السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وبذلك ترتفع درجتنا وتحط خطيئتنا وتنور صحائفنا، والملائكة تتنزل والشياطين تنخنس والسكينة تتنزل، كل ذلك بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك فإننا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دائما وأبدا نسعد بذلك. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. هل يجوز للزوج مهما كانت هناك مشاكل مع زوجته أن يأخذ منها طفلتها الرضيعة التي لم تبلغ 4 أشهر؟ لابد أن ننظر في حجم هذه المشاكل، لابد أن ننظر في حجم هذه المشاكل، ما المشاكل وإلى أي مدى وصلت، وهل هذه عقوبة على فعل هي فعلته أو ماذا. لكن عموما من لا يرحم لا يرحم. أثناء العمرة وقعت ورجلها ورمت، ولكن أكملت الطواف ولم تتحمل، فسألوا على الكرسي ولم يقدروا على تحمل التكلفة ولم يتموا العمرة. متى كان منها، متى من أي زمن كان هذا يا أخي محمد الشامي؟ إن كان قريبا فلتتمم العمرة، أحتاج إلى تفصيل في السؤال، لكن عموما إذا لم تتمم العمرة عليها دم. ما الطريقة المثلى لضبط الفقه؟ كيف الطريقة المثلى لضبط الفقه؟ حكم البكاء في الصلاة، ها؟ حكم البكاء في الصلاة مع قلة مما قلة الحيلة في الحياة. البكاء في الصلاة، البكاء عموما، البكاء في الصلاة جائز، دم العين وحزن القلب، لكن لا يصحب بنياحة ولا بتلفظات. حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي إلى الجمعة ولم يركب جعل الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، حديث معلول بارك الله فيك. عفوا متنه منكر. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، سنده ضعيف، سنده ضعيف، وإن كان المعنى صحيح فالجزاء من جنس العمل. زوجة أوقعت زوجها في حلف الطلاق فليقع الطلاق، ماذا قال لها؟ تزوج تزوج بعقد ولم يدخل وطلقه ولكن خلا بها، هل لها عدة؟ ما المراد بخلا بها؟ هل خلا بها دخل بها أو خلا بها أغلق الباب فقط؟ إذا اتفق على أنه لم يحصل جماع فنصف الصداق، أما إذا زفت له أمام الناس وأغلق عليهم الباب وأرخيت السطور وقال الناس فلان دخل بفلان وحصل بعد ذلك نزاع وكل كذب الآخر، فسيقال هنا بقول عمر: إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب فقد وجب الغسل، عفوا، فقد وجب الصداق كاملا. كنت عايز أعرف أنا مندوب مشترات في مشغل سواري، حلال أم حرام؟ الغالب في منتجاتكم أنها تستعمل للفساق، أنصحك بالبعد عنها وانتقاء عمل آخر. استخراج زكاة الذهب: إذا بلغ الذهب النصاب الذي هو 97 جرام واثنين من عشرة من عيار 21 ومر عليه سنة منذ بلوغه النصاب يزكى 2.5%. كيف ينجو الشاب من الشهوات؟ يستعين بالله ويتزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قام بحفر بئر لدولة إفريقية وأهدى ثوابه للعاملين معه وآبائهم. هل يصل ثوابه للعاملين؟ نرجو الله ذلك. هل ورد شيء عن إذا كان الإنسان يصلي النافلة ونادت عليه أمه يوقف الصلاة ويجيبها؟ ورد في هذا أن جريجا كان في صومعة له فجاءته أمه ويصلي فقال يا رب أمي وصلاتي، فكررت النداء فقال يا رب أمي وصلاتي، فكررت النداء فقالت يا رب، فقال يا رب أمي وصلاتي، وبعد ذلك دخل في الصلاة، دخل في الصلاة بعد ذلك، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس. فبعد مدة جاءت امرأة يتمثل بحسنها وقالت لقومها بعد أن تذاكروا عبادة جريج، إن شئتم أن أفتن جريج فتنته، فقالوا افعلي. فجاءت وتزينت وتجملت له ودعته إلى الحرام فأبى، فذهبت ومكنت نفسها من راعي وقع بها ووضعت. فسألوها من أين الغلام، من من؟ قالوا، قالت من جريج. فذهبوا إليه وضربوه واستنزلوه من على الصومعة، واستنزلوه من على الصومعة ودمروها. فقال ائتوني بالغلام، فأتوا بالغلام، فقال يا بابوس من أبوك؟ قال أبي الراعي. قالوا إن شئت أن نبني لك صومعتك من ذهب بنيناها لك من ذهب. قال أعيدوها كما كانت. فأخذ منه أن دعوة الأم استجابت، فكان من الأولى له أن يقبل على أمه ويدع النافلة إذا كانت الأمور تستدعي ذلك. أما الفريضة فلا. هل يجوز، عفوا، هل الزوج غير ملزم بإخراج الزكاة للزوجة ولإخراجها للعمرة مع العلم أنها لا تملك مالا؟ إذا كان الزوج، عفوا، يعني هل يلزم الزوج بإخراج زكاة المال لزوجته إذا لم يكن معها مال؟ ألزم بذلك، زكاة الفطر، أعني زكاة الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، فإذا لم يكن معها مال أخرج عنها. أما العمرة فليس بملزم بأن يخرجها عمرة، وليس بملزم أن يخرجها حجا. صليت ولم أعلم أن اللباس فيه ثقبان بقدر أكبر من حبة العدس، هل أعيد الصلاة؟ لا تعيدها. الله يعافي شيخ محمد القاضي، مقصرة في الصلاة، نسأل الله أن يعيننا وإياك على المداومة على الصلاة والمحافظة عليها. قال الخليل إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لماذا تطيلون الخطبة إلى ساعة وساعتين؟ أحسنت، كانت خطبة رسول الله قصدا وصلاته قصدا، لكن الآن منعنا من الخطب يا حبيبي، يعني إلا بمشقة بعد مشدة طويلة مع الزوج صدمته بكلام لم يتوقعه، نزل عليه كالصفع على وجهه، منها في الفور على وجهه كالصفع على وجهه منها في الفور وبدون تفكير قال لها أنت طالق. أنا أقول لك يا هاجر سؤالا، يعني رجل واقف فجاءت امرأته ومن الخلف دون توقعات لطمته لطمة على قفاه، أقل أنت طالق، لم يفكر. فمن العلماء من قال الطلاق يفتقر إلى النية، وهذا لم تتوفر له، لم تظهر أن النية اجتمعت معه. إذا كان ذلك كذلك فمن العلماء من لا يوقعه. مالي يضر بمشروع ويعطيني مبلغ لأصرف منه خلال الشهر، هل يحسب هذا المال من الزكاة؟
يعطيني مبلغ لأصرف منه خلال الشهر. أنت على رأس السنة تحدد المال الذي معك، الذي صرف لا يحسب. على رأس الحول تحدد مالك الذي معك وربحه وتزكي عليه. مخنوق وحس أن أبواب التوبة مقفولة في وجهي، هذا من عمل الشيطان. والله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. رجل صلى سنة وبعد وجد القبلة غلط، هل يعيد الصلاة ما دام وقتها قائم يعيد الصلاة؟ ما حكم الزوجة النكدية؟ الله، إذا كانت ظالمة تأثم، تعوذ بالله منها. من نام وفي أثناء النوم رأى كابوسا كأن الجنة تعرضت له، قام أحدها بقرصة في جسد. النوم مقام ليس تفسير رؤى. احفظ الله كيف أحفظ الله، امتثل أوامره واجتنب نواهيه. البث شغال يا محمود لعله من عندك. حكم القراءة في كتاب النصارى ونحن باحثون والحمد لله نحاورهم. جاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن، لم يكن الرسول يقرأ كتب النصارى لمجادلتهم بما فيها. حكم عفوا، من هو هارون؟ هو أخو مريم. نعم أخو مريم، لكن ليس أخو موسى. أخو موسى اسمه هارون، نعم، وأخو مريم اسمه هارون، لكن ليست مريم بأخت لها لموسى وهارون بن عمران، إنما كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صديقي يسأل: هل عدم قبول الناس له يعني عدم حب الله له؟ ليس باضطراد، لكن إذا كان الناس صالحون وكلهم بعيدون عنه يراجع نفسه، لعله مخطئ وهو لا يدري. أنا لخبطت في أركان الصلاة، أسجد سهو أم أعيد الصلاة؟ إذا كانت لخبطة ممكن تعديلها، يعني مثلا شاكك هل صليت ثلاثة أو أربع، صلي أتي بركعة جديدة واسجد للسهو. هل يوجد عذاب في القبر؟ يوجد في القبر عذاب ونعيم. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود ضعيف الإسناد. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. لفظة أقسم عليهن ضعيفة، والصواب بدون القسم: ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. حكم إنزال الجنين قبل 120 يوما، ما سبب الإنزال؟ ويكره كراهية شديدة. هل تأثم المرأة التي تعيش مع رجل تارك للصلاة؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا يحل لها البقاء معه. معنى حديث يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى ما يقربه من الجنة، ويدعونه إلى النار، يدعونه إلى ما قد يوقعه في النار حيث لا يشعرون. هي لم تضربه، هي فاجأته بكلام وعايرته. أنا ما قلتش تضربه، أقول الأقيسة فقط. حكم سماع الصلاة على النبي في الصلاة، إذا كان الإمام هو الذي ذكر اسم النبي في التلاوة جاز للمأموم أن يصلي عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حسين. هل حلف اليمين في مشكلة وله دخل الزوجة واليمين وقع؟ حلف اليمين في مشكلة وله دخل؟ السؤال غير واضح يا سامي. ما حكم السفر لاعب كرة القدم؟ هل يعتبر سفر له؟ هل يوجد جن لا يستطيع أحد أن يخرجه من إنسان مريض؟ كل شيء ربي قادر عليه. ارق نفسك وتعوذ بالله من الجن واقرأ المعوذات وربي ينجيك. متى نسجد سجود السهو؟ إذا شككت في الصلاة بزيادة أو نقصان أو تركت واجبا كالتشهد الأوسط مثلا.
حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يلزم المفتي ذكر الدليل أم هو من كمال الفتوى فقط بحسب حال السائل؟ متى يسأل الرجل عن نيته في الطلاق؟ إذا كان التطليق محتملا، يعني مثلا اعتبر نفسك طالق، نسأله عن نيته. ممكن أذهب للعمرة قبل رمضان بيومين وأبقى على إحرامي وأعمل العمرة فجر الاثنين أو رمضان، ولو سقط مني شعر دون قصد هل يبطل الإحرام؟ هل يجوز للزوج مهما كانت هناك ستكون يعني إذا وصلت قبل رمضان بيومين أحرمت، العبرة بوقت إحرامك. نعم أنت أجريت أعمال العمرة في رمضان، لكن أصلها ونيتها والإهلال بها كان في شعبان. من الممكن أن تذهب إلى المدينة وتأتي بعمرة من المدينة في رمضان. ما سؤالك يا عبد السلام؟ أجبنا على سؤال الأخت نهى. أولادي متخاصمين من 7 سنوات، هم الآن سنهم 26 سنة والآخر 21، ماذا أفعل؟ أصلح ذات بينهما، ذكرهما بالله. حديث صلاة الأوابين حين ترمد الفصال حديث في سنده ضعف، ومعنى ترمض الفصال تستريح الإبل في وقت الحر، وهذا يكون تقريبا في الساعة 11 صباحا أو في 10 صباحا في البوادي. من هم أولي العزم؟ أولي العزم من الرسل 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. سمع ربيا يقول يا كريم لا يصح، يوجد كتاب في قصص القرآن والسنة، لنا كتاب في قصص القرآن تصنيفي، ذكرتم قصة جريج، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. سورة الملك قراءتها يوميا في سنده ضعف، وأنها تقي من فتنة القبر. هل يجوز سكب ماء ساخن بالحوض؟ لا مانع من ذلك. حديث اثنان في النار الحاسد والحاقد لا يصح. ما حكم الاحتفاظ بصوري مع أصدقائي في ألبوم للذكرى؟ لم يفعل ذلك النبي ولا أصحابه، وهو أولى من احتفظنا بصورته إن كانت تحفظ. هل يجوز أن أفارق الإمام في صلاة التراويح وأكملها منفردا دون الخروج من الصلاة؟ يعني كيف دون الخروج من الصلاة؟ تقصد ركعتين فقط مثلا، ممكن تفارقه في ركعتين، يعني أطال الإمام جاز لك أن تفارقه وتكمل الركعتين. هل نؤجر على حضور مجلسنا هذا؟ نرجو الله ذلك. رجل فرق زوجة عن زوجها له من عقوبة في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. إذا خرج انتقد الوضوء ووجب الغسل، وجب الغسل. متى نكون اتبعنا المتشابهات؟ لأنه يشغلني الفرق مثلا بين لا تقتلوا أولادكم من إملاق، لم أفهم السؤال. من دخل الصلاة نفلا ينوي 4 وخرج بعد 2 صلاته باطلة. حكم الصلاة على النبي أثناء الصلاة وأثناء خطبة الجمعة؟ أثناء خطبة الجمعة لا بأس، أما أثناء الصلاة تجوز أيضا، لكن في السجود في أي موطن من مواطنها، نحن نصلي على النبي في كل صلاة في التشهد. استثنى العلماء لمستمع الخطبة يوم الجمعة الكلام في 3 مواطن: رد السلام إذا سلم عليه، تشميت العاطس إذا عطس،
الثالثة الصلاة على النبي عند ذكره. عندي مصنع ملابس تطلب مني بعض الزبائن وضع اسم الماركات العالمية على المنتج، مع العلم أن المنتج يباع على أنه تقليد بدون غش. لا تطيعهم ولا تغش. من أسبوع ولسه هناك، وماذا عليه لو لم تقدر على من أسبوع ولسه هناك في العمرة، يعني ماذا عليه لو لم تقدر على تكلفة الكرسي؟ أي طيب، هل عاشرها زوجها بعد أن تحللت أو ماذا صنعت؟ إذا كانت نوت إبطال العمرة عليها دم، يكون في ذمتها. تحب أن تعيد العمرة، تذهب إلى أي مكان خارج الحرم وتعيدها. هل يجوز حمل التلفزيون في سيارته من مكان لمكان آخر، مع العلم أنه لا يدري ماذا سيشاهدون فيه مستقبلا؟ يجوز. ما الأفضل في العقيقة، عن الولد كبش أم المشاركة في ذبيحة البقرة؟ كبش، الولد كبشان، الولد عنه كبشان أو سبعان من بقرة، والأفضل كبشان، وإن كان الآخر جائزا أيضا. زوجة قال لها زوجها علي الطلاق لو جبت الحاجة دي، مش هتدخل البيت، وفعلت. هل يقع الطلاق؟ كفر عن يمينه. ما مقدار ما يكتبه الأب لبناته ضمانا لهن؟ قدم من الله للبنات النصف، نصف التركة فيكفي. ما حكم الزوجة التي تمشي وراء أهلها وتعاند زوجها؟ تأثم. أبوه منفصل عن أمي وكل واحد يتزوج، لو رحت أجرت بيت لوحدي حرام؟ كم عمرك وأنت مسؤولة من والدك؟ ما سبب ضيق الرزق؟ المعاصي. عمي بين والدي مشاكل ميراث، وصلت للمحاكم والضرب، هل يجوز الاتصال عليهم باب صلة الرحم؟ يجوز، لكن لا تظلم والدك ولا تظلم عمك. أقراض تبني مبلغا كبيرا وعليه ديون لا يستطيع سدادها، هل يجوز أعتبر هذا الدين زكاة له للسنوات القادمة؟ أقراض تبني مبلغا كبيرا وعليه ديون لا يستطيع تسديدها، هل يجوز أعتبر هذا الدين؟ لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. عند جمهور العلماء لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. لما سلمه مال الزكاة في يدي، وبعد ذلك إن شئت أن تطالبه طالبته. زوجي أنا أريد الحجاب، لا يريد الزوج لا يريد، ماذا أفعل؟ البس الحجاب وإن أبى الزوج. ما حكم عمل المرأة؟ ينبني على الملابسات المحيطة بالعمل وعلى طبيعة العمل. إذا كان العمل حلالا وليست من ورائه أو أثنائه مفاسد لا بأس. دخلت السنة صلاة السنة بنية 3 ركعات بتشهد واحد، يجوز تغيير النية لركعتين بعد الدخول في الصلاة؟ امضي على ما نويت، إنما الأعمال بالنيات. إذا كنت صائما ونويت الإفطار ولم أفطر ثم غيرت نيتي بإتمام الصيام، هل يقبل الصيام؟ أمر ذلك موكول إلى الله. إن كانت لحظية ممكن. من حلفت على زوجها ألا يشتري شيئا ما وإلا يطلقها، واشترى بمعرفتها وتذكرت حلفانها. حلفت على زوجها ألا يشتري شيئا ما، هي حلفت عليه لكن يمينها ليس بملزم له، فليست عليه كفارة. هل يمكنني إرسال المال إلى بلد فقير لذبح العقيقة علما بأنني في بلد غني؟ يجوز، والأحب أن تأكل منها وتذبحها وتأكل منها وتتصدق على فقراء بلدك، أما الآخر فجائز. ما معنى يا عيسى إني متوفيق؟ قيل معناها منيمك. هل يجوز منع المصروف عن الزوجة لسوء أخلاقها مع زوجها؟ أن كانت ناشزا فقط، أما الأولاد يلزمك إعطاؤهم المال.
هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفى؟ لا يجوز، لأن المستشفى يتعالج فيها الغني والفقير والمسلم والكافر، والكافر والغني ليس بمصرفين من مصارف الزكاة. عمري 12 سنة وبابا تجوز واحدة بتعملني وحش، اصبري وبادري بالزواج إذا تقدم لك الكفر. البسملة واجبة قبل قراءة القرآن؟ ليست بواجبة. عملت معصية أريد أن كيف أكفر عنها؟ استغفر الله، وإن كانت تتعلق ببشر رد المظلمة إلى أهلها. أخت متزوجة من 10 سنوات ولم ترزق بلد، وزوجها مريض بأمراض تمنعه من الإنجاب، وهي تتمنى الولد، فلتطلب الطلاق. لها أن تطلب الطلاق ولها أن تصبر. وإياك يا علي الديب، اشتريت شقة دفعت نصف، زوجي دفعت نصف الثمن، وكتبتها باسمي واسم زوجتي وبنتي الصغيرة. أنت ظلمت الزوجة إلا إذا كانت الزوجة راضية بذلك، لأن أنت المفروض الزوجة لها النصف وأنت النصف، أدخلت البنت وهي ابنتك. الأولى والألزم أن تستأذن زوجتك في ذلك. حكم لبس الرجل سلسلة فضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. الفرق بين العام والحول والسنة في القرآن. العام السنة، العام والسنة والحول، متاع إلى الحول غير إخراج، تزرعون 7 سنين دأبا، كل ذلك بمعنى. لكن كلمة السنة قد تحتمل المجاعة. اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف. هل الاستعاذة واجبة عند الانتقال من صورة إلى أخرى؟ ليست بواجبة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على إحدى زوجاته وسأل على طعام، فقالت إنه لا يوجد، فقال إني صائم؟ نعم ثبت. أحيانا يلفت النظر آيات بينها تشابه، إذا بحثت فيها أو قارنت بينها، هل هذا اتباع؟ ليس باتباع، هذا من باب فهم كتاب الله. بارك الله فيك. حكم في صورة البلد، هل يمكنني في نهايتها أثناء الصلاة صورة التين أن أقول أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أقول بلى والله، هذه في صورة التين. قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. في صورة التين لا بأس. قال بنحو ابن عباس: حكم من لا يستطيع رد المظلمة لمن ظلمه لاحتمال حدوث مشكلة، يدعو الله له ويسعى لردها، إن كانت مالية يسعى لردها، وثمة طرق لرد هذه المظلمة. هل ما يجري الآن من فتن آخر الزمان؟ نعم، هو من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج ويكثر الزنا ويقل العلم ويظهر الجهل، كل هذا من الأشراط الصغرى للساعة. هل مس العورة ينقض الوضوء؟ قال بذلك بعض العلماء لحديث من مس ذكره فليتوضأ، إلا أن من العلماء من ضعف هذا الحديث وأرى أنه معلول. هل تغيير البيت يتغير الرزق؟ لا يلزم. زوجها كان مريض نصف رمضان، ماذا يفعل؟ هل يخرج فد يعيد الأيام؟ لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل يجوز على عدم الرد على الهاتف المحمول عن هل يجوز علي هل يجوز عدم الرد على الهاتف على أشخاص أعرفهم؟ يجوز إذا كان في الرد مفسدة. هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ لا يجوز. امرأة تريد أن تسافر إلى بلدة أخرى من أجل ابنها المريض بالحساسية على قول الأطباء، ولكن بدون موافقة زوجها، الحرام أم حلال؟ تستأذن الزوج. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول معين عند دخول رمضان؟ لم يرد حديث بخصوصه إلا الحديث العام عند رؤية هلال الشهر، وفيه بعض النزاع. اللهم هل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه ربنا وترضى.
هل يجوز بيع التماثيل الأثرية إن كانت تعبد؟ لا يجوز بيعها، لأن النبي نهى عن بيع الأصنام. إذا قال الإمام لا أريد أحد يردني إذا أخطأتم الحكم، الكلام لا يلتفت إليه، بل إذا غير المعنى رددنا عليه. إذا أعجب الشخص بفتاة وأحبها ليجوز أن يخبرها بذلك؟ حتى يولد فسادا يصح له أن يتقدم للزواج بها إن كانت عنده أهلية الزواج. أطلب أنا أرد إن شاء الله، أرسل رسائل، لكن ضغط العمل شديد علي بعض الشيء. هل صح أن النبي كان يصل شعبان برمضان لم يرد ذلك؟ حصلت مشكلة وحلفت طلاق على أخوالي عدم دخول منزلي، وأحدهم دخل ولا يعلم ما حلفت، ولما علم خرج. كفر كفارة يمين. قل تارة إيماني عالي جدا وتارة أخرى أرتكب معاصي وذنوب، هل أنا منافق؟ استغفر الله وابتعد عن الذنوب ولا تيأس من رحمة الله. هل حكم وسطة القنوات الرياضية التي توزع القنوات على المنازل باشتراك خفيف علما بأني مشترك؟ يعني إذا كنت تخالف أنظمتهم وتأكل أموالهم بالباطل لا يجوز لك، مع أن الكرة كلها لعب. شخص دهس طفلة بسيارته ثم هرب خوفا من عليها ويغلب على ظني أنها ماتت، فماذا عليه علما بأن الحادث من 10 سنوات؟ إن لم يكن يعرف ما مصيرها يعني يسأل عنها. إن عزز عن السؤال فلا أدري ماذا يصنع، هل يأخذ بالاحتياط ويصوم شهرين متتابعين؟ وهذا الأولى له، لكن لهم حق. إن عجزت، هذا كلامي، إن عجزت عن الوصول إلى أهلها لأن لهم حق في الدية، عليك بالاستغفار. علمت سمعت في إذاعة القرآن أن الصلاة المخصوصة بليلة النصف من شعبان صحيحة؟ لا تصح. أصلي الصلوات الخمس ولا أصلي الشفع والوتر، ما الحكم؟ أصلي الصلوات الخمس ولا أصلي الشفع والوتر؟ حرمت الأجر لكن لست بآثم. النوم على البطن لا بأس به، الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن ضعيف. هل يجوز الجلوس في عزاء؟ نعم يجوز الجلوس للتعزية، وتنصرف إذا عزيت، لكن يجوز التعزية مشروعة بالإجماع. حكم نشر صورة أحد المتعصبين من الجمهور لكرة القدم على مواقع التواصل وإنكار فعله وتوجيه رسالة للمتعصبين، لا بأس بذلك. عقد على امرأة ثم خلوت بها، عفوا، مواقع الأسكلة لم أطلع عليها. لمن تجب زكاة الفطر؟ لمن تخرج؟ تخرج الفقراء والمساكين. أما على من تجب، على الذكر والأنثى والصغير والكبير، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والكبير والصغير. والحر والعبد. هل تجوز الصلاة مع الأذان أم بعد الأذان؟ تجوز بمجرد الأذان، كنت مسافرا أو نحوه. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقود؟ الجمهور على عدم الجواز. الجلوكوز وحقن الفيتامينات تفطر، فيها قولان للعلماء، وأختار القول أنها ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة. فإذا قال شخص أقسم بالله العظيم أن لا أكل وتعاطى حقنة لم يحنث. هل الصلاة خلف إمام لا يجيد القراءة لشخص قراءته منضبطة؟ هل الصلاة خلف إمام لا يجيد القراءة لشخص قراءته منضبطة؟ الصلاة جائزة والأولى أن تقدموا الأقرأ. هل تجوز الصلاة بقراءة آية الكرسي؟ تعني ماذا بدل بعد الفاتحة؟ لا بأس، لا بأس يا ريدي. رجل قال لزوجته أن تطالق إن شاء الله، ماذا يعني؟ هذا يسأل عن نيته.
هل لقاتل المؤمن توبة؟ نعم لقاتل المؤمن توبة. قال تعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بل قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. أما آية النساء فمحمولة على طول المكث أو محمولة على المستحل والله أعلم، أو كما قال الطبري فجزاء جهنم إن جزاه ولكنه بعفو فتح له باب التوبة. لقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أيضا فإن رجلا قتل 100 نفس ثم هاجر من بلده بلد السوء فمات فقبضت ملائكة الرحمة روحه إذ كان تائبا، كلما اقترب الفرج وفتحت أبوابه الفرج غلقت وتعقدت، لا تيأس من رحمة الله يا محمد بن سليم. هل بعد سورة الفاتحة يجوز أن أقرأ آية الكرسي في الصلاة؟ نعم يجوز، اقرأ فاتحة كتاب وما تيسر معك من القرآن. حكم الخروج مع جماعة التبليغ، أنت رجل مسلم تعلم دينك وعلمه الناس كما كان الرسول يعلم وكما كان الصحابة يعلمون. هل شرط الطهارة لتقليم الأصفار لا تشترط؟ حكما أخبر البائع بثمن البضاعة قسط وكشف وقت واحد لا بأس، قل له هذه ب10 قسط وب8 نقد، اختر، كلها تخييرات لم ينعقد بيع، فهذا جائز، هذا تخيير جائز. لم أفهم تفطر الحقن أم لا؟ أختار رأي القائل بأن الحقن لا تفطر، ليست بطعام ولا شراب ولا شهوة. هل أن صلاة الوتر إن كان 3 ركعات بدون قراءة تحيات بعد ركعة ثانية؟ نعم، من أدرك من الجمعة ركعة من الجمعة ليصلي 4؟ لا، يصلي ركعة أخرى لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل يجوز أن أرد الإمام في أحكام التجويد؟ ستحصل مفاسد عظيمة بذلك. هل يجوز التصويت في الدول الأوروبية؟ بناء على المصالح والمفاسد. حكم تحية المسجد في خطبة الجمعة عند المالكية؟ لا أعلم رأي المالكية في ذلك، لكني أعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يخطب فدخل رجل يقال له سليك الغطفان فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فقال النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. حكم السبحة أو المسبحة لا بأس بها، ليس عندنا دليل يمنعه، والحديث الوارد أو الأثر الوارد عن ابن مسعود في سنده ضعف. حكم الصلوات التي فاتت ولم تؤدى علما بأنه لا علم بعددها، أعدها على القدر الوجه المتيسر لك وزد من ناحيتك بعض الشيء. قبلة الزوجة لا تفطر، هل للزوجة حق عند زوجها بعدما تركته وقالت أنت طلقني وبعدت عنه؟ لحظة، ما حكم السكوت عن الحق في حالة الضعف؟ أنت ضعيف ملزم، يعني ماذا ستصنع؟ فهمني، تعوذ بالله من قهر الرجال. هل يجوز الجلوس في العزاء لتناول الشاي؟ لا بأس. يا عبد القوي لا أعلم عنه شيئا إلا أنه أما الناس في الحرم سنة من السنين، لكن بعد ذلك رأيت له فتاوى غريبة وعجيبة ولا أراها ترضي الله. حكم بيع الكلام، كيف بيع الكلام؟ وضح. هل يجوز توكيل أحد ليخرج عني كفارة اليمين؟ يجوز. حدثت مشكلة مع أخ الزوجة وتصاعد الخلاف، وفي النهاية بعد عدم التفاهم قال الزوج للزوجة بأنها طالق وهي أصلا لم تكن بالمجلس. طلاق واقع، الطلاق واقع يا أختي.
هل يجوز طرح أسئلة على الملف اختلاف روايات القراءات العشر؟ على حسب الجلوس هل يفتنوا أو يفهموا؟ الشقة اشتريتها أنا وزوجتي وكتبتها باسمي واسمها وبنتي. حين اشتريتها أنت وزوجتك، نصفها لك ونصفها لزوجتك. إن كنت تريد أن تكتب شيئا لبنتك فمن نصيبك، لأن الزوجة ممكن تطلق وتترك لك البنت وتخرج فتكون أنت ظلمتها، لكن لازم تكون الأم موافقة. لا يحل لك أن تأخذ من مال الزوجة وتعطيه لابنتها، هذا يرجع إليها. كم عمر الأطفال بالنسبة للصيام على ما يتحملونه؟ كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين، تعني حتى ينشغل حتى غروب الشمس. هل تجوز قراءة القرآن وأذكار الصباح عقب صلاة الفجر نائما في الفراش؟ تجوز. هل ينسحب حكم الحقن على المحاليل التي تؤخذ عن طريق الحقن؟ نفس الشيء، هذا رأيي والله أعلم. ليست طعاما لا يتلذذ بها عند أكلها بل يتألم، والله أعلم. تخصيص النصف من شعبان بالصيام لا يثبت، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم ضعيف. شخص يمتلك شركة مقاولات وأنا أريد أن أضع مالي معه لكي يشغلها لي، وفي نهاية العام أخذ منه ربحي، يحدد هل هذا حلال أم حرام؟ إذا كنت ستأخذ لا بأس بذلك، إن كنت تأخذ شهريات منه إلى أن يصفي الحسابات آخر العام لا بأس. ما حكم من توفي زوجها هذه الأيام، هل تذهب لأداء مناسك الحج أم العدة أولى؟ عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، فترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جواز إخراجها للحج، وهذا رأي علي وابن عباس وجابر بن عبد الله. خالفهم في ذلك عبد الله بن عمر ويروان عمر بسند ضعيف وعثمان وابن مسعود. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف. حكم الشهادات البنكية التي نسمع عن ابتعد عن الشهادات البنكية بارك الله فيك. هل للزوج أن أجبنا على هذا السؤال يا نوها كثير خلاص. هل يجوز الجلوس في العزاء لتناول وجبة العشاء؟ إن كنت مسافرا جاز لك ذلك. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام لأهل الميت من النياحة فحديث معلول. الطلاق الشفوي واقع، يعني إذا الذي لم يسجل قال لزوجته أن تطالق هو في كامل عقله و الحمد لله ينوي الطلاق، الطلاق واقع. الكتابة فقط لتوثيق الحقوق ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي طلاق يكتب. مبلغ زكاة في رمضان اشتريت به سيارة أجرة في رجب، هل علي زكاة؟ ليس علي زكاة. ما صحة الحديث الوارد في النوم على البطن؟ ضعيف. هل العقيقة لابد منها؟ لا، العقيقة سنة مستحبة أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، كذا قال الشافعي. هل عمل بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وكاتبه. حكم طلب الدعاء من أهل العلم لا بأس بذلك، من الصالحين عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان على سفر ادعو الله لنا بخير. فقال عمر لأويس استغفر لي أويس حبك الله يا عبد القوي. حكم النظر أن يذبح نعجة ولما جاء وقت الوفاء كانت حامل عشر، حكما قال لزوجتي يذبحها وإن كانت ينتظر تلد ويذبحها مش مشكلة. حكم من قال لزوجتي والله لا أطلقك يكفر عن يميني ولا يطلقها، حكم من قال لزوجتي لو زعلتيني تبي طالق ولم يحدد نوع الزعل يكفر عن يميني وينتهي. حكم العمل بما قال الإكسسوار المحمول بما فيه من شبهات حلال، أبي لديه بيتان باع لأخي الكبير بيت وقال البيت الثاني لأخواتك، وبعد وفاة والدي طالب أخي الكبير بميراثه في البيت. نعم، الأب باع للولد بيت
والأب له بيت آخر، فإذا مات الأب ورث الابن الكبير من البيت، شأنه سير إخوانه. هل يجوز أن تضع البنت صورتها على الفيسبوك؟ ذلك يولد فتنة وفسادا، والله لا يحب الفساد. الوطء بشبهة، الزواج بشبهة. أم ظالمة تدعو على أولادها فلتقبل، أعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. كيف تكون أنت مظلوم والله يقبل دعوة الظالم فيك؟ حكم الصلاة خلف من يجهل كثير من أمور العقيدة التي لا بد منها، صل خلف غيره، أما الصلاة وراءه جائزة إذا كان يأتي بأركانها على الوجه الصحيح وواجباتها. أحبك الله يا حسن من الكم، بارك الله فيكم. عملت عملية في الرقبة ولم أستطع الصلاة لمدة يوم إلا وأنا نائم على ظهري، صلي كما يتيسر لك. إن شاء الله بصدد عمل سلسلة أحاديث إن شاء الله تعالى. اغتسلت يوم الجمعة قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، هل يجزي عن اغتسال الجمعة؟ لا، الغسل بعد الفجر. مش فاهم السؤال، هل يجوز الفتوى على إحدى الطلقات بعد وقوع الثلاث؟ كيف يعني؟ مش فاهم. كيف يصلي من يجلس على الكرسي على الوجه المتيسر له؟ هل يجوز إخراج فلوس كفارة يمين؟ لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام 10. أخذ الجمهور من قوله كفارته إطعام أن الكفارة إطعام ليست مالا، 10 قالوا لا يجوز إعطاء شخص فرد واحد وجبات العشرة. ربي رزقني ببنتي فاختار لي اسم، سميها مريم أو سهيلة. هل يجوز صلاة من المصحف؟ تجوز الصلاة من المصحف للنوافل، الفرائض ابتعد عنها أفضل، لأن النبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا لم يكن لهذا الحديث تنزيل، يعني إذا كانوا يقرؤون من المصاحف فلا معنى لهذا. ما حكم المرأة التي تزوجت دون إذن وليها؟ زواجها باطل. ما حكم الحزب الراتب بالطريقة الجماعية؟ لا أعرف شيئا ما تقول. يعني حزب الراتب كيف ذلك؟ ها؟ الورد جماعي، الورد ما أنا مش عارف ماذا يريد بالورد، الصوفي يعني ولا تعلم القرآن ولا بالضبط. أقل قراءة للإمام في صلاة القيام في رمضان، من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلتين كفتاه، كذا أجاب بعض السائلين لما قيل له أقل ما يقرأه الشخص في صلاته من الليل. وإن قرأت آية جازت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. قلت لك يعني إذا خرجت عن شعورك وطلقت المرأة وأنت لست في ذهنك ولا عقلك، الطلاق ليس بواقع. مثلت لك أنت واقف، جاءت زوجتك وبكل قوة وأنت واقف لم تفكر في شيء على قفاك ولطمتك لطمة على وجهك أو على قفاك، فقلت أنت دون تفكير أنت طالق، فأختار القول بأن مثل هذا التوصيف بالضبط لا يقع. أخذت مبلغ من المال من أم زوجي وتوفيت وزوجي حي، أعطي المال لزوجي، المال لورثة أم الزوج منها زوجك. حديث تدن الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة صحيح، هل يجوز النظر إلى الفتيات إن كنت أبحث عن عروس؟ لا تنظر، يعني كلام مباح، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. أما تمشي تتفرج على النساء في الشارع. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ والأخت والجد والعم والعمة؟ كل من لا يلزمك الإنفاق عليهم
يجوز إخراج الزكاة لهم. أفضل اسم للمولود الذكر، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. بارك الله فيك يا هاجر. من أحب أخاه فليخبره إذا صح الخبر أحبك الله، والخبر يحسن بطرقه. بعضهم يقول إن لولي الأمر أن يقيد المباح. مثل مثل يقيد المباح، هذا الرجل سيفسد في الأرض فسادا عظيما، سيمنع تعدد الزوجات ويقول إنه مباح ويجوز لي منعه، سيمنع مسائل كثيرة هذا التقييد النكد. حكم تقبيل المصحف ليس ببدعة. وروي عن كلمة ابن أبي جهل من طريق ابن أبي مليكة أنه أخذ المصحف ووضعه هكذا وقال كتاب ربي كتاب ربي، وعبيد الله بن أبي مليكة لم يسمع من كلمة ابن أبي جهل. أبي قال لأخي عند البيع ليس لك في البيت الثاني، وأمي شهدت بذلك. قضية تسمع من الأطراف كلها، أمك منتفعة. تخرج من أصول الدين وأريد أن توسع في العلم، فما أفضل الكتب التي تنصحني بها؟ إذا كنت تريد التخصص فتخصص، سمي لك التخصص، تخصص تفسير، تخصص فقه، تخصص حديث، نرشدك إلى الكتب، تواصل معي بارك الله فيك. أريد أن أعطي الزكاة لأقاربي دون إخبارهم أنها زكاة. لا يلزم أن تقول لهم أنها زكاة، بس يلزم يا صادق أن يكونوا أهلا للزكاة. هجر الزوجة النكدية، يعني زوجة نكدية، أعوذ بالله من النكدية، ابتعد على أن يذهب نكدها شيئا ما ويهدأ بالك وبالها ثم تواصل. هل يجوز على من يبيع كلاب الصيد والحراسة بناء على جوازها عند بعض الأهل من يخرج زكاتها؟ زكاة الكلاب. النبي نهى عن ثمن الكلب، ولا أعرف أن الكلاب عليها زكاة. لا، اسأل المالكية القائلين بالجواز وكذا الأحناف، لكن ما بحثت المسألة كما ينبغي. لكن أعرف أن النبي نهى عن ثمن الكلب. رخص مالك ليس بنص إنما بالاستنباط، قال لما رخص النبي عليه الصلاة والسلام في اقتناء كلب الزرع والصيد والماشية والحراسة والمشية، قال لما جوز النبي ذلك فمن ثم يجوز بيعها، لكن النص الصريح عن رسول الله نهى عن ثمن الكلب. بنتي تعاني من السحر، تصرفاتها وأفعالها، ودائما ترى أحلام مخيفة، ودائما نسي الأكل، ودائما فوجع مستمر. الدعاء وأن ترقي نفسها. هذا معنيته يريد مثلا تطليق بالتوثيق تحت هذا التقعيد. لا طبعا، ده يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. رجل قال لزوجته أنت طالق، خلاص في مجلس وبكافة وحيثيات الطلاق كلها متواجدة، عاقل وليس بمجنون وليس بسقران، وقال لزوجته أنت طالق، طلاق واقع. كون يقول لابد أن تسجل في المحكمة، يسجل في المحكمة، لكن الطلاق واقع أيضا. أنا موجود، أنا الحمد لله حي أرزق الحمد لله. ما حكم الصلاة في مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد؟ على حسب حال الناس، إذا كان أحدهم يظهر تأذيا فلا. الحمد لله متواجد الآن. الله يوفقك ابنك يحيى. شغل عادي، بشغل اغاني ورا 12 بالليل. ها؟ تشغل اغاني 12 بالليل ليه كده؟ انت مالك ضايع كده هذا الضياع؟
يشترط وضع علامات الماركات على المنتج تبين للمشتري أن هذا تقليد للمنتج الأصلي ولا نغشه. لن تستطيع يا محمد أن تفيها بمثل هذا الكلام. يعني أنت الآن تشغل تصنع ملابس وتكتب عليها العلامة النوكيا ولا اسمها أي علامة، فتغش الناس. أنت ممكن تقول لواحد، لكن الواحد سيأخذها متشبع بما لم يعطى، كلابس ثوب يزور، فهو أيضا يتشبع بما لم يعطى أمام الناس ويرث كبرا. وأنت رجل غشاش في الأولى والأخيرة. يعني هل يجوز لواحد يشتغل عنده لمدة شهر ولم يعطيه حقا يأخذ معدات من الورشة بدون علمه؟ إذا تأكد أن الحق له 100% سيقولون هذه مسألة الظفر المعروفة، يجوز أن أخذ حقي ممن ظلمني ولو لم يكن يعلم، لقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. حكم أخذ أجرة على صلاة التراويح. لا بأس. هل يجوز المرأة قراءة سورة يوسف يوميا؟ هذا يعني سورة يوسف يجوز، لكن لماذا؟ حكم السمسرة إذا كانت بحق دلالة بالصدق لا بأس. حكم الاحتفال بشم النسيم بدعة من البدع وضلالة من الضلالات. حكم الزكاة لدار تعليم قرآن بدولة إفريقية من الصدقات ليس من الزكوات. أفضل سن لزواج البنت السن الذي تستطيع فيه البنت أن تقوم بحق الزوج. حكم توزيع العقيقة نيئة على الفقراء، كل ذلك جائز. هل يجوز قراءة القرآن في رمضان من التلفون أثناء الدورة الشهرية؟ يجوز. أكل الملوحة هل يجوز؟ يجوز، ملوحة سردين. الحلف في البيع والشراء عليه كفارة، إذا كنت كاذبا كفر، لم تكن كاذبا كره لك ما صنعت. وتصدق أكثر من الصدقات. ورثت قطعة أرض وأوقفت ريعا لله، ولكن بعد فترة تركت العمل وليس لي مصدر، هل يجوز العدل عن الوقف؟ يعني رجوع عن الوقف ما دمت حيا فبعض العلماء يجوزه. إذا لم تكن الزوجة طرف في النقاش بين الزوج وأخو الزوجة وتصاعد الخلاف فطلق أخته لاستفزازه بالكلام، طلاق واقع. لكن أجبنا على السؤال بشيء من التفصيل، لكن بالصيغة الموجودة الآن الزواج واقع. إذا كان طلق ولا يملك آلية الطلاق، لم يفكر ولم يقصد ولم تكون صورة مستثناة. رجل لا يترك ابنته وتتزوج بمن تحبه، الآن يشاهدك والله أعلم، قدم له نصيحة بالرغم من أن الخاطب رجل دين ما شاء الله. أن أسأل لماذا رفض الأب هذا الشخص؟ هذا سؤال له أثره. لماذا يرفض الأب هذا الشخص؟ فمن ثم نعطي الجواب، كما قال الرسول: يا خاطب ما حملك على ما صنعت. وفي الجملة يستحب للأب أن يزوج البنت إذا أتاها الكفء، لا هي تجبره ولا هو يجبرها، لكن إن كان معضلها تماما يرفض زواجها مطلقا على الدوام فحينئذ تنتقل الولاية. لكن نسأل لماذا يرفض الأب هذا؟ الحقن تقوي بمثابة غذاء مباشر. هل قال الله إن كل ما كان يقوي يفطر؟ قد أنام والنوم أخرج منه قوي. لكن عندنا بارك الله فيك حديث رسول الله فيما يرويه عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الحقن ليست طعاما ولا شرابا. كبيرة من الكبائر عليه الاستغفار والعمل الصالح. رفع اليدين أثناء دعاء الجمعة إذا كنت من المأمومين فجائز، لا إشكال، وليس هناك دليل يمنع. حديث قام على رجل قام على جنابة وما زال السائل طريا ولا يوجد ماء يريد الصلاة، إذا استطاع أن يغسل غسل، ما استطاع والوقت سيفوت يصلي. عندي محل عليه ديون
وعلي ديون له في البضاعة والعين المؤجرة والتشطيب، فكيف أخرج الزكاة؟ احسب الديون التي عليك واستخرجها من رأس المال، وبعد ذلك اخرج الزكاة على المتبقي. ما سؤالك يا أم محمد أسامة؟ ما نتعمد شيئا. هل الزكام، هل يجوز أن يفطر في رمضان أم يصبر؟ إن كان الإنسان يسعل بسببه، إذا كان مرضا فوق الطاقة يجوز لك، لكن إذا استطعت أن تتصبر تصبر. حديث أحب الطعام ما تكسرت عليه الأيدي لا يصح. قال وقال تعالى أيضا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. إذا دخلت المسجد أثناء أذان الجمعة أصلي أم أنتظر؟ أغنم الخيرين، كرر وراء المؤذن وبعد ذلك صلي الركعتين. الدعاء بين الخطبتين يوم الجمعة مستحب. كم يعني؟ زوج منع زوجته من الإجابة قائلا إن حملت فأنت طالق، وحملت هل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق عند الجمهور، عند الجمهور، إلا أن بعض العلماء يقصد إذا كان للتهديد يكفر كفارة يمين. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، صحيح. لكن اللي يقول زور ليس معناه أنه أفطر، ليس لا يلزم بأن يأكل ويشرب، لا يلزم بأن يفطر. بهذا القدر أجتزئ سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا وليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائماً وأبداً طيبوا ألسنتكم بذكر الله وطمئنوا قلوبكم بذكر الله، ألا ولترتفع الدرجات بذكر الله ولتحط الخطيئات بذكر الله. هذا، واعلموا أن الله يذكركم إذا ذكرتموه. ادعوا لإخوانكم في الجزائر وفي السودان وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين أن يحفظهم الله وأن يسلمهم من كل مكروه وسوء. فالمؤمن أو المسلم أخو المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا حق الدعوة إلى الله، وقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ختاما أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علينا به من نعم لا يحصيها إلا هو، ومن أجلها نعمة الإسلام والأخوة في الله. وكذلك أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر كذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم وحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. لا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.